خلونا نستقبل اتصال تاني ونقول الو. الو. ايوه صباح الخير. صباح النور. انا كنت عايزه بس اقول مشكله لصاحبتي لوحده صاحبتي. طيب اتعرف بيكي ولا مش عايزه تقولي اسمك؟ لا عادي اسمي ريم. ريم. ريم كم سنه انتي؟ انا 20. وهي صاحبتك كم سنه؟ برضه سني. طيب اتفضلي تحت امرك. بص يا معلش هي مرتبطه بواحد بقى لهم يعني من واحنا في اولى ثانوي يعني بقى لها كده داخله على 4 سنين اهوت. هو يعني شويه يبقى كويس وشويه يتقلب يعني يتغير في تصرفاته في معاملته معاها. بس تقريبا الايام الوحشه اكتر من الايام الكويسه اللي هي عاشتها معاه. هي يعني عارف حضرتك اللي هي بتحبه لدرجه جامده جدا. هي مش قادره تفهمه مش عارفه توصل معاه الحل. وشويه يبعد كتير. وبص حضرتك يعني انا من تجربتي ان انا عشتها معاها بيقف لها الوحده هو مش قادر يفهمها. يعني هي بتحاول تلفت نظره ممكن لما مثلا يتكلموا على النت يسيبها تتكلم لوحدها ويبقى مشغول او يشوف الكلام ما يردش. بيقول الكلام برضو يضايقها كتير على طول بتعيط. هي لدرجة ان هي عملت عملية بسببه يوم زعلها تعبت جدا. يعني عملية ايه؟ ازاي ده عمرها ما تكون بسبب واحد زعلها يعني؟ لا هو مش سبب زعلها يعني بس هي راحت مفاجئها مرة عشان هي اتعصبت منه في لحظة راحت مع فاجئتها بقى على طول. والله انا مش طبيب ولكن انا عارف ان الزايدة دي بيشيلوها لما تلتهب. يعني يجي التهاب في الزايدة وتتنفخ كده وتلتهب وتبقى متملت على اخرها. ده على حسب ما اعرف يعني. انما هي سايباه يعمل فيها كده ليه؟ انا مش عارف هي بتحبه مش قادره تبعد عنه. يعني الحب ده يخليها تسمح له ان هو يمرمطها ويبهدلها ويعمل فيها كل حاجه بالشكل ده. عارف حضرتك لما جت بعدت عنه يعني انا كنت بصراحه يعني اتكلمت معاها كتير في الموضوع ده. ولما هي جت بعدت عنه قويت عليه هو اللي بدا بقى ايه يعني زي ما بنقول كده بيجر نعم يعني. وبعدين قعد يقول لها انا هيك اطلبك ومش عارف ايه وكده يعني. فقلت لها طيب ماشي. وبعدين هي مش يعني مش محدد موقفه مش هو. بصي انا عايز اقول لك حاجه يعني هي صاحبتك وانا مش عارف اقول لها ايه لان انا اللي هقوله لها مش هينفع معاها. اللي هقوله لها هي مش هتسمعه وانا متاكد من ده. دي المفروض تبعد عنه تسيبه يضرب راسه في الحيط شويه. ايوه بس هي مش هيجي لها قلب تعمل كده طالما هي بتتبهدل ويهملها ويدور عليها تاني ويكلمها ناشف وهي برضو لسه مصره متمسكه بيه بالشكل ده يبقى مش تسمع الكلام. المفروض يعني لسه بنقول الناس تتقل شويه. الناس تحافظ على كرامتها حبه لان حتى الحبيب الحبيب نفسه ما بيقدرش يكمل مع واحده مش محافظه على كرامتها. انا لما اكون معايا واحده واهين كرامتها او اعملها باهمال او باستهتار وتجري ورايا هل متخيله ان انا هفضل متمسك بيها او شايف كل حاجه حلوه فيها او شايفها انها حاجه كويسه؟ لا خالص. هتغير من ناحيتها وابقى شايفها شيء مضمون وخنيقه وبتقرفني وخنقاني ولازقه فيا حتى لو كنت انا الاول اللي هموت عليها. فهي لو تقدر تمسك نفسها شويه هتقدر تصلح الامور. بس انا ما اعتقدش ان هو يعني جد. هو لو كان جد كان من البدايه الامور مشيت مظبوطه. على فكره زي ما بيقولوا كده الجواب بيبان من عنوانه. ففي قصص كتير جدا عنوانها ما بيبقاش باين له لا جواب ولا اي رد حتى.